بسم الله. برنامج اوتوديسك بيم 360. دلوقتي انا عايز اضيف مشروع جديد او اعمل اداره للمشاريع اللي موجوده عندي. تمام، انا هنا لما اجي هنا عند الاسم بتاعي بلاقي اكونت ادمن وبروجكت ادمن. اكونت ادمن يبقى انا بتحكم في كل المشاريع واقدر اضيف مشروع جديد. بروجكت ادمن انا بتحكم في مشروع واحد بس. تمام، هدخل بروجكت ادمن ونبص هنا. من هنا ببدا احدد المشروع. كل مشروع من دول بتبدا تظهر الخصائص بتاعته هنا. تمام، يعني ده بيظهر المشروع ده قيمته قد ايه ونوعه ايه والادرس ومين البروجكت ادمن بتاعه، ومثلا هل التفاصيل تبقى موجوده في الريبورت ولا لا، الجوده بتاعت الصور عايزه تبقى قد ايه، الاونر كومباني تقدر تختار اي شركه من الشركات ديت، حجم المشروع قد ايه. تمام، الايميل نوتيفيكيشن هيبعت لي ايميل في معلومات او حاجه جديده، الساعه كام، درجه الحراره هتقيسها بايه، المسافه هتقيسها بايه، السبيد هتقيسها بايه. تمام، طيب بعد كده هقول له سيف. هدخل في الكومبانيز لو انا عايز اضيف شركه جديده او الغي شركه او ادي تفاصيل. تمام، يعني ممكن اقول له مثلا اديت او اكسبورت كل التفاصيل، باسم الشركة، التريد بتاعها، تخصصها هتبقى ايه، دي مثلا متخصصة في الاتشباك، العنوان بتاعها فين. تمام، طيب الممبر، الاعضاء، لو انا عايز اضيف عضو جديد او اقول له اديت. تمام، العضو دوت هو اللي هو كونتراكتور ولا ارتكت ولا انجينير ولا اونر، بحيث ان كل واحد وكل واحد فيهم الصلاحيات بتاعته يعني هل هو مثلا بروجكت ادمن ولا فوتو فيور مجرد بس اشوف، ولا دوكمنت مانجر. تمام، الاعدادات بتاعتي، اللوكيشن، الاشيو. تمام، الشيك ليست، الاكوبمنت، التاسك، البرميشن، صلاحيات. تمام، بحيث ان انت ممكن تدي صلاحيات للاونر مثلا ان هو يشوف وبس ما يعملش اديت، لا ده انا عايزه يقدر يعدل في الايشيو وما يقدرش يعدل في السيفتي تشيك ليست. كل واحد بتديله الصلاحيات بتاعته. تمام، طيب خلينا نروح للاكونت ادمن. هقول له اضيف لي مشروع جديد. تمام، واقول له مثلا سمي لي المشروع ده مثلا اكس. تمام، والنوع المشروع مثلا هوتيل، والبروجكت فاليو مثلا كم دولار. طبعا خلينا نكتب 1 دولار، يعني 18 جنيه مصري. طيب كونتراكت تايب، بداية التاريخ هيبقى من كام وهينتهي كام. تمام، ممكن نسيب النهاية مفتوحة زي ما تيجي معانا مفيش مشكلة. البروجكت ادرس، البروجكت ايمج هنحط له اي صورة ولا يكون الصورة ديت، واقول له سيف. تمام، يبقى انا كده عملت مشروع، هقول له اكتف لي المشروع. تمام، طيب البروجكت ادمنستريتور هقول له انا اسمي عمر سليم. تمام، فالاسم الكومباني. تمام، واقول له ممكن تعمل لي انسخ الاعدادات من اي مشروع قبل كده، وليكن مثلا مشروع هوسبيتال، انكلود كومبانيز، انكلود لوكيشن، سيف. يبقى انا كده عملت المشروع وخدت التفاصيل بحيث ان انا ايه ما بدأش من الصفر. بيعمل له دلوقتي عملية اكتيفيشن واقول له فينش. يبقى انا كده عندي المشروع اهوت، اقدر اعمل له اديت في اي وقت، سيرفيس ادمن، الكومبانيز اللي موجودة. طيب هاجي هنا اقول له الممبرز، اقدر اضيف اي حد معانا، ابعت له دعوة، اكتب الايميل بتاعه وابعت له دعوة. تمام، وممكن اي واحد الناس دي ممكن نعمل لهم اكسبورت او انيبل ممبر او ديسيبل ممبر او ابعت له انفيتيشن تاني او اعمل لهم اكسبورت كلهم من ملف اكسل بحيث لو انا عايز استفاد منهم في حاجه تانية. تمام، الشركات اللي موجوده كل شركه فيهم تخصصها ايه او شغاله في ايه، الاكونت سيتنج. تمام، ف هيفيدك البيم 360 دوت بان هو ينظم لك المشاريع بتاعتك وتقدر
تتفاعل مع الراجل اللي هو في المكتب او انت في الموقع، تتفاعلوا مع بعض تمام، ويديك كل التفاصيل والتنظيم اللي انت عايزه.